في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية، معلم الفرنسية بالعربية. النهاردة هناخد معنى جديد وكلمة جديدة. كيلي معناها ايه؟ كي ليها كذا معنى، ليها كذا استفهام. فبقول مثلا زي ما زي هقول كي اتفو، كي اتفو يعني من تكون حضرتك؟ كي هات، يبقى اذا جت في اول الكلام دايما دايما يبقى معناها ايه؟ الاستفهام. يبقى اول حاجه انت غوغاسيون، انت غوغاسيون الاستفهام. طيب في بعض الاحيان تاتي باي ياتي تسبقها حروف الجر، مثلا اقول ايه؟ اكي بارل تي، معناها ايه؟ الى من تتكلم، الى من تتكلم. اكي بارل تي، او مثلا الاجابه جو بارل ا مون فريغ، اتكلم الى اخي. جو بارل ا ما سوغ، اتكلم الى اختي. جو بارل ا مون بير، اتكلم الى والدي. جو بارل ا مون بروفيسور، على حسب الشخص اللي انا بكلمه. طيب مثال ثالث اقول ايه؟ افيك كي، افيك كي فا تو ا ليكول، افيك كي، يبقى كي 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 يسبقها حرف جر افيك، افيك كي، ا كي ا كي، افيك كي فا تو ا ليكول، افيك مع من تذهب الى المدرسه؟ اقول جو بارل افيك مون امي، اقول جو فيزا ليكول افيك مون امي، اذهب الى المدرسه مع صديقي. طيب هقول شيكي، شيدي معنى عنده، شيدي معنى عنده. شيكي تي علي، عند من ذهبت؟ عند من ذهبت؟ يبقى هو الاجابه ايه؟ جو سويز ابي شي شي مون اونكل، ذهبت عند خالي. شيكي يبقى كي تيجي استفهام زي ما اتفقنا، كي يسبقها حرف الجر ا كي، افيك كي، شي كي. طيب دو كي، دو عم من، دو كي بارل تي، عم من تتحدث، عم من، دو كي. يبقى اتفقنا افيك كي، افيك كي مع من؟ مع من. اكي الى من، اكي اكري تو سيت لتر، الى من تكتب هذا الخطاب، وهكذا. يبقى يبقى طيب دو كي بارل تو، عمن تتحدث. طيب في استخدام ثاني لكي يستخدم كضمير وصل، اقول على سبيل المثال اقول ايه؟ اقول سي سيت ان مونسيو، سو مونسيو بورا فوزيدي، سي تام مونسيو، سو مونسيو بورا فوزيدي، هذا سيد او هذا هذا استاذ، هذا استاذ، هذا الاستاذ سوف او يقدر على ان يساعدك. سي تام مونسيو، سو مونسيو بورا فوزيدي. طيب انا دلوقتي عندي جمله ثانيه مكرره، دي اسمها فاعل الجمله. طيب انا مش عايز اكرر الكلمه في الجملتين، فهعمل ايه؟ فهحذف دي، هحذف دي واحل محلها ايه؟ اقول ايه؟ تبقى كده، اقول سي سيت ان مونسيو، اقول ايه؟ وبعدين اقوم حاطط هنا كي وكمل بقية الجملة، أقول كي بورا، كي بورا فوزيدي. يبقى كي حل، يبقى كي حلت محل إيه؟ الفاعل اللي هو مسيو، وكي
ياتي بعدها ايه؟ فعل كي بورا يبقى ايه؟ سينسي تامسو كي بورا فوز ايدي. طيب مثال تاني، اكزامبل تاني، هاول سي بريجيت باردو elle est une actrice française. C'est Brigitte Bardot, et c'est moi c'est la fête. C'est Brigitte Bardot. Allez. Allez, comme la première, comme la dernière. Elle est une actrice française. Elle تعود الى مين؟ بريجيت باردو. بريجيت باردو. طيب انا ما انا عاوز ما اكررش الجمله الثانيه اللي هي دي الفاعل دي اسمها هنا الايه؟ السوجي. هنا السوجي اقوم حاذف دي بدل ما اقول اليجين اكتيس فرونسيز هنا اقوم عامل اول ايه؟ يبقى الصحيح ايه؟ يبقى اقول سي بريجيت باردو. طيب هحذف الآلة هنا احط ايه؟ الآلة هتحل محل ايه؟ هنا ايه؟ هنا احنا اتفقنا ان كي تحل محل فاعل يبقى اقول كي واكمل الجملة عادي كي ايه؟ اعرف بقى اعرف شخصيتها ايه بقى؟ كي ايه تون اكتريس فرانسيز يبقى كي لها ثلاث استخدامات او عده استخدامات من ضمن الاستخدامات ممكن تبقى استفهام ممكن يبقى تستخدم ايضا كالامثله اللي هي او الماكسيم او البروفيرب اللي هو كي شارش تروف او تستخدم في كضمير من ضمائر الوصل اللي هي كي تحل محل فاعل او مفعول به غير مباشر ممكن تحل محل مفعول غير مباشر ازاي؟ لما اقول ايه؟ سي لوم هذا الرجل سي لوم هذا الرجل ا كي جو بارل الذي اتحدث ا كي يبقى كي تاتي بعدها ايضا ايه؟ سي لوم ا كي جو بارل هذا الرجل الذي اتحدث اليه ده اخر ده كان نهايه درسنا وتابعونا ان شاء الله حتى يصلكم كل جديد وشكرا لكم.